ممكن ممكن انا ما اقدر اقيم نفسي، بس من الممكن اللي بيميزني على باقي المرشحين ان انا برنامجي الانتخابي كله كل نقطه معها حل واقعي قابل للتطبيق. بعض الحلول طبقتها على مستوى الخاص القطاع الخاص، فياي اطبقها على مستوى القطاع الحكومي. طالما ان انا عندي القدره ليش ما تشارك وتدارس مع اخواني وادعم اخواني واخواتي وامي وابوي؟ المجتمع دي كلهم ترى اهلي وعزوتي، ليش ما اوقف معاهم؟ ليش ما اكون معاهم يد بيد؟ ليش اتخلف؟ ليش اوقف صامت؟ ليش ما اتحدى معاهم؟ نتحدى بشكل سليم بشكل راقي. مملكه البحرين مملكه جميله، وشباب البحرين ما في اجمل منهم، وامنا وابونا ما في اجمل منهم، ونساء البحرين امي واختي كلكم عزوتي وهلي. ابغي سلمكم الله ان يدي في يدكم، نرفع وندعم العمل السياسي في مملكه البحرين، بدونكم ما في عمل سياسي.